بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحشتوني كتير كتير جدا جدا. أخباركم إيه يا حلوين؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي أحسن حال، ويا رب ينجح أولادنا في الثانوية العامة، ويا رب ربنا يرزق اللي لسه ما اتجوزتش يرزقها بالزوج الصالح يا رب، اللي يكون شاريها ويعيشها سعيدة وهنية، واللي لسه ما اتجوزش ربنا يرزقه بالزوجة الصالحة اللي تكون ليه سند وظهر وعون، ويرزقهم بالذرية الصالحة آجل غير آجل. اللهم ارزق كل واحد فيكم، ربنا لسه ما رزقهوش بالذريه الصالحه، اللهم ارزقه بالذريه الصالحه عاجل غير اجل، ويقر عينه باسرته وباولاده. حبكم جدا في الله. طبعا انا بصور المقدمه، شكلها كده باينه مقدمه، يبقى المقدمه دي هنعمل ايه دلوقتي؟ نازله رايحه فين؟ رايحه عند ماما. هعمل ايه؟ فكره اعمل ايه؟ هعمل في ماما مقلب. وفريق اللي هناك، الفريق بتاعي، التيم بتاعي هناك مستنيني عشان نعمل فيكي المقلب الجامد جدا يا ماما. اوعي تزعلي ولا عايزاكي تتضايقي، بس انت عارفه محدش بياكلها بالسهل. ماشي يا ست الكل، يلا بينا على ماما ووريكم هعمل فيها ايه، وتشوفوا المقلب ونشوف رد فعل ماما هيكون ايه. اما تعرف ايه؟ طب استنونا بقى ما يكمل المقلب وقولوا لنا ايه رايكم، ونشوف بقى رد الفعل الرهيب. طب خلاص قشطة، يلا دلوقتي احنا جينا وخلصنا الاكل وعجلنا بقى، الاكل موجود وكده. في حد تقريبا بيرن الجرس بره، احنا هندخل بالبلكونة نولع السجارتين وهنستنى لما هي تيجي، بس واحد يعمل زي الكشح عشان نشربه. احنا مش هنشرب، احنا بس يعني ايه بنعمل مقلب في ماما عشان نشوف رد فعلها. هي رد فعلها ايه؟ ودلوقتي هنبعت هنبعت نرمين هي اللي تيجي تروح ايه، تيجي تروح تقول لها. ماشي، حد شايفنا دلوقتي؟ احنا داخلين بلكونه، استنونا. استني استني، البتاعه دي بقى مشغلها ازاي اصلا؟ ما لازم الواحده اللي شغاله تعرف تعمل ريحه. المفروض دلوقتي ان احنا نشغل السجاره دي عشان تعمل ريحه، بس شغلها، نحاول نشغلها ومش عارفه. استني، انا عايزه اعرف اصلا. لا كده تتحرق. ايوه ما هي كده هتطلع دخان. طب احنا هنظبطها وبعد كده هنتاكل. طب احنا هنفسك دلوقتي هنشغلها عشان نعرف تشتغل ازاي. مش عارفين نشغل حاجة. استني بس هي تعالي تعالي هنا، تعالي هنا. بس انا هتاخد الضرة ولا ماشي؟ بصوا ليلها، وبعد ما هي تدخل يروح يقول لهم بسرعة تعالي بسرعة. شاي ده محمود كان رامي السيجاره فينا. في ايه؟ والله العظيم كوبايه الشاي دي بتاعت محمود. بتاعت محمود ايه؟ ما كنتش بشرب سجاير؟ ده محمود. بتكتبي ده؟ والله محمود. شمي بقه. لا اله الا الله. شمي بقه. محمود دي كوبايه محمود وربنا. لا بتضحك عليك، انا مش ضايق بتشرب. انت حمارة؟ اتجننت في مخك؟ اخر مش هتعرفي الحقيقة. في ايه يا رب؟ وبعدين عادي والله يا كوباية محمود. وبعدين عادي يعني بتعملي حاجة احترفي بيها. انت هبلة اتجننت في مخك؟ ريحة سجاير جامدة أوي. يا بنتي دي كوباية محمود كان هنا أصلا. محمود كان بيشرب السجاير. طب انت صدق عشان أبو رامي نايم. في ايه يعني؟ في ايه؟ في ايه؟ مين اللي ناديتك؟ استنى بس. مين؟ لا أنا كنت كاملة. شربت سجاير بجد؟ يا ماما السجاير ايه اللي هشربها؟ لا إله إلا الله. تحترمي نفسك وتقولي. ما شفتش يا مامي، انا كنت واقفه عندي كده. لا لا انت دخلتي لقيتيني واقفين اصلا. انت دلوقتي قلتي لي تعالي خدتي شوفي في ايه؟ في ريحه سجاير ولا ما فيش؟
ادي حاجه مدوق اهو محمود ريحه رجلي جامده انت رايحه بره محمود تقريبا محمود قاعد بقاله ساعه بره ما احنا دخلنا انت لسه قايله الكوبايه لقيناها فين ايه ده السجاير دي الكوبايه الشاي دي بتاعت محمود هو كان كده محمود ما قالت لي بص الكوبايه مركونه عرفتي يا سمر اتهبلتي لا اله الا الله انت شفتيني انا بشرب حاجه انا دخلت لقيتك انت قاعد موجود اصلا افتكرتكم بتشربوا وانت رايحه الناديه خالتك اللي كان بيشرب خالتك ليه اصلا انت جيتي دخلتي شفتي حاجه ايوه عشان مات ريحه السجاير ودخلت المجموعه الكوافير انتوا الاثنين انت دخلتي شفتينا بنشرب حاجه ايوه عشان شفتينا في ناس راحت ما انا رحت فتحتها ليه استني استني انتوا دول بنشرب اه هما الاثنين يا ريت شفتيني انا فاكره والله انت كدابه اصلا ايه اتكسف وخرج محمود مع انه ده في فضايح وفي يا ريت هو اللي كان والله اساليه هو اللي كان تعالى تعالى محمود امك بتنده عليك تعالى محمود انت شفتني اه شفتك انت وهي محمود يا نرمين بصراحه انت حطيت سجاره في كوبايه الشاي وبمنتهى الامان حطيت سجاره في كوبايه الشاي والحق ربنا مش كوباية الشاي عشان في سجارة في قلب كوباية الشاي والله كوباية محمود كوباية الشاي دي كوباية الشاي لكن السجارة يعني هو احنا ما بنشربها خش يوم ايوه هو عمال يقول انا ما شربتش الكوباية كلها يبقى انت يا سماء كنت بتخمسي بقيت الكوباية والله ما شربناها اصلا ولا ضغطت من الشاي حاجة قول الحق انا مين دخلت لقيت مين اللي بيشرب هما الاثنين اه كبيرة وصغيرة هي دخلت لقيت السجارة بقيت سمية مش في ايدينا ما تكنوا تشربوا ما تهزريش ما تكنوا خلاص انت بتكدبي ليه بقى خلاص شرب شربة اه شربنا خلاص نعمل ايه يعني ايه يعني اخدوا بيجربوا بس يا ماما هو ايه الحق هاتوا جزمة قديمة يا ستي اهدي انت اخرى هو من باب التجربة محمود كان من شوية واقف معانا فهو كان بيولع سجارة فقلنا له يا محمود ما تدينا سجاره نجربها بس قال لنا ايه لا ومش عارفه ايه وانت يا محمود اللي اديتهم سجاره بحق ربنا لا 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 ده خدوها من عبد كده اخي عبد لا سجاير اسكتي يا عبد مش سجاير لا خدوها من عبد بجد صحوني الواد ده استني يا مراد انت عايزه تتعدي يا مراد يا بنتي انت انت يا مراد انت يا نرمين انت يا نرمين بتقولي له هو ايه يعني اخلتهم يشربوا؟ اه ماما تجربوا ايه؟ كلب 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 محمود انت اديت سجاره ولا هي خدتها من دي بتقولي خدتها من عبد استني احسن السجاره دي لا برضه انت عايزه خلاص انا لا حرام ده ايه ده لا لا هتكمل انت خلاص اتلكت اصلا
بعده على ليش حاجه انت بتقولي ايه؟ والله العظيم محمود واخدنا من عبد بيشرب سجاير دي مش بتاعته. هما كانوا سايبينها عند عبده فاحنا خدناها منها. سؤال انت تشك ان بناتك يشربوا سجاير؟ طبعا احنا بنطير ريحتها اصلا. طب ولما هو العبط ده والهبل برضه كده بس احنا حبينا نقول لكم عارفين وانا اللي مش عارفه. احنا حبينا نوري الناس بس كله كلهم عايزين تفكير. انت اللي عماله يا نرمين تزني عليكي ايه؟ والله لازم دراعي وجعني يا نوره. انت بتهرجي اقسم بالله. سجاير تضرب بجد النهارده في ايه؟ والله يا قلت لي حاجه بعد كده ما صدق. خلاص خلاص يا ماما يعني قولي بقى ان انا سامحت الفونس. سامحي الفونس على المقلب. لا قولي ان انت مسامحه. هو لو مش مسامحه يعني لا قولي ان انت مسامحه. لازم تقولي انت مسامحه عشان الناس هتزعل. الناس هتزعل. ايه هو ايه شروطي؟ بس افكر بقى. لا لازم تفكري. ايه سامحيني قدام الكاميرا. يلا زيي كده بالمنظر ده. وانتي اصبري المقلب اللي جاي فيكي. وانت اصبر عليا يا محمود. اصبر عليا يا محمود. بريق ماشي. ايه اللي قالي؟ انا جريت جبت الشبشب ليه؟ حسيت انها فرصه وبس. وبكده يكون تم المقلب بتاعنا بنجاح. انا عايزه اقول لكم ان المقلب ده اصلا احنا كنا عاملينه انا وسمية بقى لنا اسبوع. بقى لنا اسبوع في الاخر لبس في عبده وما قامت ترفع عبده عشان نرمين قالت لها تجيبوا السجاير من عبده. يعني احنا قلنا لمحمود اوكي هي عارفه انه بيشرب سجاير. اتفاجئت دلوقتي ان عبده بيشرب سجاير فقامت مسكت عبده بتشيب تضرب فيه. المشكله ان عبده اصلا نايم غلبان ملوش في اي حاجه اصلا. احنا جبنا السجاير من عنده وفضلنا قلنا نجرب وخلاص. المقلب ده احنا بقالنا اسبوع بنرتب فيه وزي ما انتوا شفتوا ماما كده الجميله. طبعا احنا بنقول لكل الشباب السجاير دي حاجه وحشه جدا 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 جدا. طبعا السجاير دي مش بتاعت عبده اساسا دي بتاعت فعلا صحابه زي ما انا قلت. هما كانوا سايبينها عنده عشان هما كان عنده من كام يوم كانوا هنا. فاحنا يعني انا بقول لاخواتي ما تشربوش سجاير واللي بيشرب ربنا يهديه يا رب يا رب. وان شاء الله ايه ما تشربوهاش خالص باذن الله. ودلوقتي ماما لسه عماله تزعق عماله تنده. دلوقتي هنقول لهم ايه اللي لسه ما عملش ايه اللي لسه ما عملش سبسكرايب يا سبسكرايب اعمل لايك سبسكرايب للقناه وبسرعه سريع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.